فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. والأمر الثاني الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته أنه إذا وقع فيهم السيف فإنه لا يرفع، فإذا تقاتلوا فيما بينهم استمر القتال فيهم إلى أن تقوم الساعة، وهذا حصل بمقتل عثمان رضي الله عنه، فإنه لما قتل مظلوما شهيدا بغير حق وقع القتل في المسلمين، فكانت الحروب التي أعقبت مقتل عثمان رضي الله عنه واستمرت وتستمر إلى أن تقوم الساعة، وهذا مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وقد وقع ما تخوفه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فالحديث فيه التحذير من هاتين الفتنتين، فتنة العالم الضال وفتنة الاقتتال بغير حق.